أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة الصف الثاني الثانوي، أهلا وسهلا بكم مع فيديو جديد من فيديوهات شرح مادة اللغة الفرنسية. وفي الفيديو ده هنعرض مع بعض اختبار شامل على الوحدة الثالثة، اختبار بوكلت على الوحدة الثالثة. زي ما احنا عارفين احنا دلوقتي قاعدين في البيت، بس قعدتنا في البيت دي مش أجازة، لا دي فترة للمذاكرة، انت هنا بتذاكر ولازم تغير المينتاليتي بتاعتك شوية، انك تتعلم تذاكر من خلال الفيديوهات من خلال الشغل الاونلاين. اوكي، وده نموذج للشغل بتاعنا. هنحل مع بعض امتحان على الدرس الثالثة، وعلشان تستفيد من الفيديو انا هقرأ السؤال وهجاوب، بس قبل ما انا اجاوب لازم انت تضغط على زر الايقاف علشان تجاوب لوحدك، وبعدين تشوف الاجابة بتاعتي وتقارن اجابتك بيا. ما تنساش طبعا لايك للفيديو وشير للفيديو عشان يوصل لكل اصدقائك، وتكتب تعليقك اسفل الفيديو علشان اليوتيوب ينشر الفيديو لكل الطلبة المهتمين بالبحث عن فيديوهات الدراسة. نبدأ على طول بسؤال الوثيقة. الوثيقة بتقول، طبعا الأسئلة هتبقى وحضرتك هتتابع من خلال الشاشة. سؤال الوثيقة بيقول لك à l'occasion de la fête des mères، بمناسبة عيد الأم. حوار ما بين الأب بابا وبيير وأليكس وماري. الأب بيقول qu'est-ce que vous allez acheter cette année، ماذا سوف تشترون هذه السنة. بيير بيقول je sais que maman aime beaucoup les accessoires، je vais acheter une belle bague، يعني أنا عارف إن ماما بتحب كثيراً الأكسسوارات وأنا سوف أشتري خاتم جميل. أليكس بيقول pour moi je vais acheter une belle robe de soirée à la mode dans une boutique de marque. يعني أليكس بيقول بالنسبة لي أنا هشتري فستان سهرة على الموضة من بوتيك دو مارك، يعني بوتيك بيبيع ماركات، بيبيع فساتين يعني شيك. ماري بقى بتقول ايه؟ ا مون افي، في رأيي اون بيل فلور ايت ان بو كادو، يعني زهرة كده جميلة دي بتكون هدية حلوة. جو في ابورتي اون دو جاردان دو لا ميزون، يعني سوف احضر واحدة وردة يعني من حديقة المنزل. الأسئلة بيقول لك ces enfants apportent des cadeaux، الأطفال أو الأولاد دول هيحضروا هدايا. هدايا إيه بقى؟ chaque année، كل سنة، ولا chaque mois، كل شهر، ولا chaque semaine، كل أسبوع، ولا chaque jour، كل يوم. هي طبعا chaque année، كل سنة، علشان ده عيد الأم بيجي كل سنة. السؤال الثاني بيير va acheter، بيير هيشتري إيه؟ une fleur، لا طبعا، une jupe، لا برضو، un accessoire ولا une robe de soirée. لو بصيت في الوثيقة هتلاقي ان بيير هيشتري اكسسوار، لانه بيقول ماما بتحب الاكسسوارات جدا، انا هشتري لها خاتم، يبقى تختار كلمة اكسسوار. السؤال الثالث les enfants vont apporter des cadeaux à، يعني الاطفال دول هيحضروا هدايا لمين بقى؟ للجراند مير، للجدة، ولا لور مير، للأم، ولا لور جراند بير، لجدهم، ولا لور بير، لأبوهم. طبعا ده عيد الأم فهيجيبوا الهدايا إلى أمهم، لور مير، الإجابة الثانية. السؤال اللي بعد كده، السؤال الرابع بيقول لك ماري va apporter son cadeau، ماري هتشتري او هتحضر هديتها ايه بقى؟ ده الماجازان دو فيتمون، من محل ملابس، ولا دون بوتيك، من بوتيك، ولا ده الماجازان داكسسوار، من محل اكسسوارات، ولا من ولا دان ولا دو جاردان. طبعا هي دو جاردان، من الحديقه. ليه؟ لانها بتقول انها هتجيب ورده من حديقه المنزل. الوثيقه الثانيه ايميل من دانيال @yahoo.com الى ايميلي @yahoo.com، الموضوع اشتي اون روب، شراء
فستان. الوثيقة بتقول سالو أهلا. Aujourd'hui c'est le jeudi 31 août. يعني 31 أغسطس النهاردة. C'est l'anniversaire de mon ami Cécile. إنه عيد ميلاد صديقتي سيسيل. Elle va fêter ses 16 ans chez elle. يعني هي سوف تحتفل بعيد ميلادها 16 عندها يعني في بيتها. À la maison في المنزل. وضحها يعني chez elle يعني عندها و à la maison يعني في المنزل. Je vais aller dans une boutique pour acheter une robe en coton à pois pour elle. يعني هروح بوتيك عشان اشتري فستان من القطن منقط او منقط لها. Moi, بالنسبة لي, je vais porter une jupe violette à rayures grises et une blouse jaune. C'est génial. يعني بالنسبة لي هلبس جيبة بنفسجية ومخططة بخطوط رمادية وبلوزة جينز. هذا شيء رائع. Mon frère, أخويا لوي, أخويا اللي اسمه لويس يعني, va apporter un jean bleu et un t-shirt vert. يعني سوف يرتدي جينز كده أزرق وتيشيرت أخضر. إمضاء دانييل. سؤال: À la fête d'anniversaire, Daniel va porter. يعني في عيد الميلاد دانييل هتلبس إيه؟ هتلبس une jupe grise جيبة بنية. لا طبعا. طيب une robe en coton à pois, فستان منقط من القطن. لا ده الهدية اللي هيتجاب. طيب une jupe à carreaux, جيبة كاروهات. لا برضو هي أريور على فكرة. طب une jupe violette à rayures grises, هي دي الإجابة الصحيحة. السؤال اللي بعده: لوي va porter. لوي هيرتدي إيه؟ un jean vert et un t-shirt bleu, جينز أخضر وتيشيرت أزرق على فكرة. لا طبعا. طيب un jean bleu et un t-shirt vert. على فكرة هي دي, جينز أزرق وتيشيرت أخضر. وراجع السطر الأخير من الوثيقة. خلاص نكمل بقى الإجابة اللي بعدها. دانييل أم, دانييل بيحب إيه؟ لو جون بيحب الأصفر, لو فير الأخضر, لو بلو الأزرق, لو بلون الأبيض. تعال نشوف كده دانييل بتحب إيه. طيب هنا في الوثيقة مش مكتوب دانييل بتحب إيه, ولكن مكتوب ألوان الحاجات اللي هتلبسها دانييل, وكده نقدر نستنتج ايه الحاجات, ايه الالوان اللي هي بتحبها. فتعال نشوف دانييل عندها ايه من الالوان. جيبة فيوليت بنفسجية ومخططة خطوط بني وكمان بلوزة صفرة. يبقى انا عندي دلوقتي ايه, بنفسجي وبني واصفر. في منهم موجود في الاختيارات, تعال نشوف. عندنا كده اللوجون الاصفر, خلاص هي دي. طب نشوف الالوان اللي بعدها. لو فير الاخضر, البلو الازرق, البلون الابيض, دول ما بتحبهمش. اللون الاصفر هو الاجابه الصحيحه. السؤال الثامن: سيسيل فا اورجانيزي لا فيت. سيسيل هتنظم الحفله فين يا ترى؟ شي دانييل عند دانييل, ولا على ميزون في المنزل؟ زي ما قريناها هي فعلا على ميزون في المنزل. السؤال نخش بقى على اسئله المواقف. Tu décris ton blouson. انت بتوصف البلوزون, القميص بتاعك. تدي انت بتقول Tu aimes ce blouson. انت بتحب البلوزون ده؟ لا طبعا. طب il est original. هو اوريجينال, هو حاجة شيك وعبقرية كده وحلوة. هي دي طبعا. اما الاجابة الثالثة il est très joli cette veste. انها جميله جدا الفيست. الفيست هنتكلم على فيست, مش بنتكلم على بلوزون. انا عايز البلوزون. البلوزون هي الاجابه رقم ب اللي هي بتقول
إيلي أوريجينال، أنت بتوصفه بتقول عليه إنه هو أوريجينال. السؤال اللي بعده، تو ديموند أ تون أمي فرونسي لو كليما أون فرانس أن جانفي، تو دي يعني أنت بتسأل صديقك الفرنسي عن الجو، عن الجو إيه فين في فرنسا في يناير، هتقول له إيه؟ هتقول له الفيشو الجو حر، ولا إليا دو سولي الجو مشمس، ولا إلي دو الجو رقيق، ولا Quel temps fait-il en France en janvier؟ هي quel temps fait-il en France en janvier؟ هذه الإجابة الصحيحة. السؤال اللي بعده، Tu choisis une petite taille pour le jean. Ta mère te dit. يعني أنت بتختار جينز كده، مقاس جينز صغير، فوالدتك بتقول لك، بتقول لك il est serré إنه ضيق، ولا il est long إنه طويل، ولا il est très large إنه كبير جدا، ولا إلي تخي كوخت إنه قصير جدا. لاحظ هنا كلمة بوتيت، كلمة بوتيت طاي يعني مقاس صغير، مش معنى كلمة صغير إنه قصير، ولكن معناها إنه ضيق. فطالما إحنا بنتكلم على هدوم ضيقة فهنختار كلمة سيغي، يعني الإجابة الأولى إلي سيغي، والدتك بتقول لك ده ضيق. السؤال اللي بعده، تو دوموند أو ليبراري ton roman préféré. Il dit يعني انت بتسأل الأمين المكتبة بتاعك عن روايتك المفضلة. هو هيقول لك ايه؟ هيقول لك tu peux me prêter ce roman؟ تقدر تسلفني الرواية دي؟ لا طبعا. ثانية، désolé je ne lis pas ce roman، آسف أنا ما قريتش الرواية دي، برضه لا. الإجابة الثالثة، désolé ton roman n'est pas là، يعني آسف روايتك مش هنا، ولا bien sûr le magazine est là، بالتأكيد المجلة هنا. طبعا هي الإجابة الثالثة اللي هي آسف روايتك مش هنا، أنت بتسأل عن الرواية بتاعتك ولكن هو الراجل بيقول لك روايتك آسف مش هنا. ندخل على أسئلة القواعد، بيقول لك les fleurs s'ouvrent نقط printemps، يعني الزهور تتفتح نقط الربيع. عايزك تختار حرف الجر المناسب، هو طبعا او، حرف الجر او مع الربيع ناخذ حرف الجر او، او برينتون. تمام. السؤال اللي بعده، ست كاسكيت كاسكو تو اون، ونقط الكاسكيت دي ماذا تعتقد فيها؟ احنا خدنا السؤال ده قبل كده لما بتتكلم عن رأي الناس في ملابسك، يعني لما تطلب رأيك، يعني لما تطلب رأي الناس في الملابس بتاعتك، فبتقول qu'est-ce que tu en penses، ماذا تعتقد فيها. والمرة دي اللعبة في ايه؟ اللعبة في تصريف الفعل penser. الفعل penser هيكون مصرف، الفعل penser هيكون مصرف المرة دي مع الضمير tu، يعني نهايته s، فبكده هتختار الإجابة اللي هي رقم D الأخيرة. يعني السؤال اللي بعده، إلي سامبا، إلي سامبا هي لطيفة، إيه نقط، يعني بقول هي لطيفة وهو، المفروض إن أنا أقول وهو، هو المرة دي هتكون مين؟ هتكون ضمير المفعول لوي، فتقول إيه لوي وهو، ما ينفعش اقول ايل، لا الوي. تمام. السؤال اللي بعده، مون بوتي فرير ا 3 ans اي، يعني اخويا الصغير عنده 3 سنين، والمفروض عايز اقول ونصف. عندك كلمتين مهمين، دومي بحرف ال او ودومي بحرف ال اي، احنا هنختار دومي اللي هي بحرف الاي المذكر، 3 سنين ونصف اي دومي اللي هي الاجابه الثالثه، دومي الاخيره حرف اي. السؤال اللي بعده، فوز في كومبيان نقط انوراك، يعني عندك كم جاكيت. طبعا احنا خدنا قبل كده ان كلمه كومبيان دو لا تتغير عند الجمع، يعني ممكن تيجي دي ابوستروف ولكن ما ينفعش تيجي دي اس، فنقول فهنختار دي ابوستروف كومبيان دانوغاك. اشمعنى دي ابوستروف؟ علشان انوغاك بتبدا بحرف متحرك. اما السؤال اللي بعده، سي لونيت دو سولي نقط
جيم نقط بورتي، يعني النظارة الشمس دي. كلمة نظارة شمسية هي جمع مؤنث، جمع مؤنث، فعشان كده هتختار معاها ضمير المفعول ال اس بمعنى ارتديهم. جيم لي بورتي، جيم لي بورتي، ارتديهم. السؤال اللي بعده، إليا دي روب، يوجد فساتين، فساتين غري رمادي، سوري، فساتين غريز رمادية ولا بلونش بيضاء ولا بلو كلير أزرق فاتح ولا بيج. شوف شوف كلمة فساتين هنا المفروض إنها جمع مؤنث، فأنت هتختار اللون الجمع المؤنث، فأنت هنا مش هتلاقي لون جمع مؤنث، هتلاقي الألوان مفرد مؤنث فيما عدا بلو كلير، مفرد مذكر، ولكن بلو كلير هو لون مركب. وافتكر معايا ان الألوان المركبة مالها تصلح للمذكر والمؤنث، لأنها لا تؤنث ولا تجمع، بتفضل كده زي ما هي، فهتختار بلو كلير. السؤال اللي بعده، ماري نقط لا روب روج، ماري مالها نقط الفستان الأحمر، ماري مالها إساي ولا إساي ولا إساي ولا إسي. كل التصريفات دي بتاعة الفعل إسي يعني يقيس، احنا عايزين نشوف ماري تعامل معاملة إل، فأنت هتختار الفعل اللي مصرف مع إل، فهيكون مين يا ترى؟ هيكون الاختيار الأول إساي اللي آخره حرف إ. ننتقل لسؤال الإيميل، بيقولك سالو، كل سيزون تو بريفير، أي فصل أنت تفضل؟ السؤال الثاني بوركوا، لماذا؟ والسؤال الثالث أو تو فا، أين تذهب؟ سهلة جدا، هو قال لك سالو، أنت هترد عليه بكلمة سالو. بيسألك أي موقف، أي فصل أنت تفضل؟ مثلا هتقول أنا بفضل فصل الصيف، فهتقول جو بريفير ليتي، جو بريفير ليتي، أنا أفضل فصل الصيف. طيب بيقول لك بوركوا، بيسألك ويقول لك بوركوا، لماذا؟ طبعا لماذا؟ لأنك مثلا بتحب العوم أو بتحب السباحة، فهتقول باسكو جو ناج، جو ناج يعني أنا أعوم. وممكن تقول جيم لا ناتاسيون، أنا أحب السباحة. طيب السؤال الأخير بيقول لك أو تو فا، أين تذهب؟ الإجابة سهلة جدا، طالما بتحب السباحة يا إما بتروح البيسين يا إما بتروح اسكندرية، ماشي؟ فهتقول جيم، هتقول جو في ا لا بيسين، أنا أذهب إلى البيسين، أو جو في ا الكسندري أو ا اليكس. وكده لما خلصنا سؤال الإيميل، سؤال الموضوع، اكتب في الموضوع مستخدما العنصرين اللي موجودين في القوسين دول. بيقول لك tu assistes à la fête déguisée de ton copain، يعني انت، يعني انت بتشارك في الحفلة التنكرية بتاعة رفيقك. raconte احكي، وعندك كلمتين lieu المكان وديجيزمون التنكر، ولما هتحكي الحفلة دي مش أقل من 5 جمل لازم تحكيهم. ركز معايا بقى علشان نألف موضوع بدون حفظ. إيه رأيك في البداية؟ هو طبعا الموضوع بيقولك إيه؟ بيقولك احكي على الحفلة التنكرية بتاعت رفيقك اللي أنت شاركت فيها. أوكي، أولا تعال نألف جملة، الجملة هي إيه؟ إن صديقي عنده أو بيعمل حفلة تنكرية في بيته، هتقولها ازاي؟ صديقي اللي هي مونامي، بيعمل، بيعمل يعني في، مش عارف في، قول اورجانيز، تمام؟ في او اورجانيز، بيعمل ايه؟ اون حفلة تنكرية، اون فات ديجيزي، اون فات ديجيزي، موجودة عندك في السؤال. فين يا ترى؟ فين؟ شي لوي، عنده، شيلوي عنده. طب لو ما قلت شيلوي هقول ايه؟
ألا ميزون، برضه في البيت. وخلي بالك ألا ميزون دي جات لنا في الوثيقة الأولى، يبقى هتقول ألا ميزون في المنزل، يبقى أنت كده اخترت أو كتبت الكلمة الأولى. الكلمة التانية هي الديجيزمو، التنكر. التنكر بقى سهل جدا، لأنك ممكن تكتب فيه مثلا 3 جمل. أنت هتتنكر في زي فلاني، صاحبك هيتنكر في زي فلاني، صاحبك التالت هيتنكر في زي فلاني. هنقول مع بعض، ده تعبير المفروض تكون أنت مذاكره، اللي هو إيه؟ Je suis déguisé en. Je suis déguisé en. أنا متنكر في. Je suis déguisé en، قول مثلا pilote، أنا متنكر في زي طيار، نقطة. رفيقك التاني بقى منامي، صديقي هاني. صديقي هاني يكون متنكر في، يبقى منامي هاني اي ديجيزي اون اس تي. منامي هاني اي ديجيزي اون كويزينيي، طباخ. متنكر في زي كويزينيي، طباخ. وفي سؤال زي ده لازم تكون حافظ بعض من المهن. طيب تعال نقول صديقة تاني، مثلا ما كوبين، رفيقتي نادية، مثلا رفيقتي نادية تكون متنكرة في، يبقى هتقول اي ديجيزي اون. بس المرة دي كلمة ديجيزي هنزود لها حرف اي للتأنيث، لأنك بتتكلم عن رفيقة. هتقول مثلا انها متنكرة في زي ممرضة، فهتقول اي ديجيزي اون انفيرميير، انفيرميير. تمام، ونقطة. يبقى احنا كده كتبنا كام جملة؟ كتبنا 4 جمل. ايه رأيك ان في الحفلة، ايه رأيك تحكي بقى في الحفلة، ايه رأيك انك تحكي في الحفلة انكم اكلتم جاتو وكمان غنيتم؟ هنقولها ازاي؟ هنقول دون لا فيت، دون لا فيت، في الحفلة، في الحفلة. لو ما جاتلكش كلمة دون لا فيت ممكن تكتب على فيت برضو، يعني معناها في الحفلة. هل احنا عملنا ايه؟ احنا اكلنا او بنأكل جاتو. هتقولها ازاي؟ نو مانجون دو جاتو، نو مانجون دو جاتو، يعني احنا اكلنا او بنأكل جاتو. وينفع تقولها بشكل تاني، اون مانج دو جاتو، اون مانج دو جاتو، احنا اكلنا جاتو، ونقطة. وعملنا ايه تاني؟ و يعني ايه، احنا بنغني او غنينا. هتقولها ازاي؟ نو شانتون، نو شانتون، احنا بنغني او احنا غنينا. وبكده نكون خلصنا موضوع التعبير، وكمان خلصنا الامتحان بتاعنا. لازم، مش لو عجبك الفيديو، لا، ده لازم انك تعمل شير للفيديو عشان يوصل لكل اصدقائك. كلنا دلوقتي قاعدين في البيت علشان نذاكر، مش اجازة عادية، احنا بنذاكر من خلال الفيديوهات. فلازم تبعت الفيديو لاصدقائك علشان هم كمان يقدروا يذاكروا. كمان ما تنساش تعمل لايك للفيديو وشير للفيديو، وتعليقك اسفل الفيديو لو عندك اي سؤال في اللغة الفرنسية انا هرد عليه مباشرة. تحياتي لكم واشوفكم في الفيديوهات اللي جاية. افواه.